الحين حوريكم كيف تشربوا الموية من الأرض، تطلع ومرة نظيفة ومرة كويسة ما شاء الله تبارك الله. فخليني أشوف إذا أقدر أوصلها بسلام. بسم الله. أوكي هذه هي. أوكي هذه الموية تيجي لين هناك. أوكي فا سلام. بسم الله. النملة خافت. يلا بسم الله. أوف ما شاء الله طازة موية طازة. روح لين هناك تسقي الزرع مرة واحدة. ما شاء الله 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 يا الله مرة مرة ما شاء الله. 150 160 متر تحت الأرض قاعدة تطلع بيور موية بيور. يما لازم تيجي باكستان. تيوب ويل اي لاف ات. يجيبوا السمك من كراتشي اتوقع. وهذه الموية من الأرض برضو طالعة. هذيك الموية بقول لك واه فريش مرة فريش طازة. تعالوا باكستان يا ناس. بيور واتر بيور واتر. شلو هذا القناه يجي من جلم من جهار جهلا جناب ناب جناب شنب شنب. باكستان جنة الله على الارض. كل احد مبسوط. الناس مبسوطين والحيوانات مبسوطين والحشرات مبسوطين. تعالوا الباكستان. هذا بالقشر حقه فيقعدوا ينظفوه يشيلوا الرز لونه الابيض. This ladies culture is clean and she eat. Yeah. I want to try to eat. Yeah. Eat. Yeah. Mhm. इन्हें कोलो नहीं खाया जाना. يشيل القشر بعدين يأكلوا الرز من جوا. المزارعات يخلوه زي كذا ويقشروا ويأكلوا. This. No. This. شو كيف يطلعوه؟ أنا باخذ من القشر طازة. Yeah. ਤਾਨੂੰ ਫਸਫਸ ਯਾਰ ਗੰਨਾ ਤੋੜ ਗੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਜਾ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਕਰੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਅਵਲ ਮਰਨ ਦੋ ਗਰੋਸ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ੇ ਫਸਫਸ ਤਾਮੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਫਸਫਸ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਵਾਲਨਟ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈ ਹੈ ਤੂੰ ਪਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦੇਖੋ नीचे से भी तोड़ ले नाइस। هذا الرز قشروا تاكلوا زي الفصفص سبحان الله. بس السكر خلاص غسلوا لي اياه الحين جا وقت اكل طازه. This from the tree ها شوكر كان قاعد اكل انا الرز زي الفصفص هيك من لا هي ليش شوته What? قاعد يطلع لون أبيض. Sugar, huh? The white one is his sugar in his hand. No, yeah, the juice, you know, just coming out from the sugar cane. Better. Better. Oh. Not like that. I try it. See him. मैं करा? हाँ जी. He's cleaning the now. Hmm. और दे. Out. मैं तो सोचूंगा यार ना मेरे को दे मैं खाऊंगा थोड़ा इस दूसरी साइड से ले कोई बात ताज़ा ताज़ा عشان يضبطوا لنا احنا الرز والقمح وكلش ولما يخلص القمح ويبغى يخلص المحصول ويبغى يطلع واحد جديد لازم يحرقوا الزرع عشان يقدر يزرعه ثاني مره شوفوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله العصافير مبسوطين البقر مبسوط الجاموس مبسوط الناس مبسوطين الحشرات مبسوطة كل مبسوط ما شاء الله تبارك الله نعم ونعم دحين لما تشوف واحد باكستاني قول له ما شاء الله كيف حال مدينتك هتقول له إيش باكستاني لا أقول أوه باكستاني بس طلع عنصرية هذا إبراهيم
عندنا واحد نسميه بابا أرشد. بابا أرشد يكون سواء جدتي والبودي جارد حقها وكل شيء حقها. فجينا نشوف بابا أرشد باكستان بنجاب وأحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. أو إبراهيم. السلام عليكم بلو. السلام عليكم. كيا سنا أو سنا. تيك تيك الحمد لله. السلام عليكم. حاليا جينا على مسجد فيصل من أشهر المساجد الموجودة في إسلام آباد باكستان. ما شاء الله تبارك الله حلوة. وهنا مسجد فيصل سموه فيصل. هنا سؤال مرة مهم أبغى أروح وأعرف ليش سموه مسجد فيصل. وبعدين تدخل المسجد. كل المساجد اللي رحتها في حياتي قدام الطبيعة. ما شاء الله تبارك الله. Oh, 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 oh